ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم الآن طلاب داخلين على المدرسة، وأستاذ المدرسة هو رب العالمين، ومعكم 30 يوم في هذه المدرسة. مين بينجح ومين بيرسب؟ علائم النجاح بعد ما بيطلع الواحد من المدرسة بينسى يكتب ويقرأ، أو بيتابع من المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية على الجامعة، وإذا كان بيوقف عند الابتدائية بيكون ماله خبز في العلم، بيتوجه للعمل، له طريقه لحاله. لكن من أراد أن يكون عبدا لله بيدخل في المدرسة في بداية رمضان، بيطلع من نهاية رمضان أخذ دروس كاملة تتعلق بحياتي. العام القادم إذا ربي أحياني وأحياكم ننتقل من الصف الأول للصف الثاني، وممكن برمضان العشر الأول يكون غير العشر الثاني غير العشر الثالث. ممكن العشر الأول نكون شغلنا شوية، العشر الثاني نتفرغ للإقبال على الله عز وجل. الطالب إذا كان مجتهد، يا ترى الأستاذ بيميزه عن بقية الطلاب أو كلهم سواسية كأسنان المشط؟ بتميز. فكل طالب منكم الآن بين يدي حضرة الله عز وجل، إما أن يبلغ النجاح والارتقاء بالعشر الأول، العشر الأول بالمرحلة الإعدادية، العشر الثاني بالمرحلة الثانوية، العشر الثالث بالجامعة، بيجي رمضان القادم إلى الدراسات العليا. معنى الدراسات العليا ينتقل من عالم القال إلى عالم الحال، ينتقل من علم قالوا قلنا إلى العلم الصلة بالله عز وجل من منطلق ذكر الله عز وجل. فالذاكر لله، ترى قديش لازم يذكر الله باليوم؟ بكفي 5 دقائق؟ 7، 10، 20؟ بدنا نسأل الله، يا ربي إذا بتحبنا نذكر اسمك حدد لنا زمن. قال يا أيها الذين آمنوا، مين المخاطب؟ حضرة الله عز وجل أبي خاطب الذين آمنوا، اذكروا الله. فكلمة اذكروا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وبعض أهل العلم يقولوا ذكر الله فريضة على كل إنسان. فالقرآن قال اذكروا الله في آية ذكرا قليلة. أستاذنا حافظ كتاب الله ما في ذكرا كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما في شيء في القرآن. القرآن كان حريصا أن يأتي بالكثير كذكر الله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا، الكثير قديش له حد؟ يلي بيملك 1000 ورقة، يلي بيملك 10,000،
ما بيكون كثير قدامه، واللي بيملك المئة ألف ما بيكون أكثر، واللي بيملك المليون ما بيكون أكثر، واللي بيملك عشرة مليون ما بيكون أكثر. فالله عم يقول كثيرة، ما جعل للإنسان حد من ذكره، قال كثيرة، أذكر الله ذكرا كثيرا. فالكثير لا حد له. أهل التصوف الله يرضى عنهم قال حتى ما يحملوا الإنسان أكثر من طاقته، قالوا له نصف ساعة في الصباح نصف ساعة في المساء، لكن خلوة مع الله. معنى ذكر الله خلوة مع الله، يعني بتتجرد عن الدنيا بما فيها وتتوجه إلى حضرة الله عز وجل، وترى أن الله أمامك وأنت تذكر اسمه. فإذا شفت الله موجود قدامك، ممكن عاد تحسن أنت تعمل خربطة، ممكن تتغافل تتساهل، اليوم بلاها واليوم ما لي حاسب واليوم تعبان، ممكن، أو تبقى ملتزما معه سبحانه وتعالى ما دمت في الحياة. وإذا كان اعتمدتم شهر رمضان كل يوم نصف ساعة في الصباح بعد صلاة الفجر، عود اذكر الله 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 نصف ساعة، وحافظ 10 أيام، بعد 10 أيام بتلاقي صلاتك اختلفت معك، وقوفك بين يدي الله اختلف معك، توجهك إلى الله اختلف معك، تلاوتك للقرآن اختلفت معك. شلون بتختلف؟ بتصير تشعر بحياة جديدة. وهل هنالك أعظم من القرب من الله عز وجل؟ فلما بتذكر الله ورب العالمين يقول أنا جليس من ذكرني، يلي بحب يعود معي يعود يذكر اسمي، فيراني معه. فإذا كان الله قاعد معك وانت عم تذكر الله الله الله، يا ترى بتطلع من رمضان وانت من نفس الصف اللي دخلت فيه، ولا بتطلع من صف ثاني وثالث ورابع وخامس؟ فأنا بقدم نصيحة بهالوقت الضيق، كونوا حريصين على اسم العظيم، وكل اسم أقل من الاسم العظيم لا تبالي فيه. وإذا كنت أنت مع العظيم، مين عاد تفكر فيه غيره؟ وهل هنالك أعظم من اسم الله؟ الله الله. فخلي يكون عنا الحرص على اسم الله، ولو ربع ساعة في الصباح، ولو 10 دقائق، ولو 5 دقائق، بس تكون ثابتة من هلا لآخر رمضان. بآخر رمضان تطلع العلامات، انت علاماتك آخر 10، لأنه كنت تذكر الله 5 دقائق، الثاني علاماته 20 لأنه كانوا 10 دقائق، الثالث علاماته 30 لأنه كان يعد 15 دقيقة، 40 يعد 3 ساعة، 50 عم يعد نص ساعة. فالحكيم العليم بكرة بيوزع عليكم الجلاءات، مين بيحب يكون الجلاء تبعه رقمه عالي؟ يحرص على جلسة مع الله عز وجل كل يوم، مثل كما أن الصوم كل يوم، كما نعمل جلسة مع الله كل يوم. وبآخر رمضان حاسبوني، إذا حدا خسر شيء لأعطيك من الدنيا أو الآخرة، وإذا كان ربح الله يبارك له. وأسأل الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين أن لا يخرجنا من هذا المسجد إلا مغفورا لنا فضلا منه وكرم، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم
على الهدى لمن استهدى أدلاؤه.